يا رب الأعمال عليك وشد فيك يا كريم. تحية طيبة مباركة، صحة شربتكم، ربي يتقبل وربي يعاوننا. رمضان هذا فكرني في حالة دائما ابدا احنا نقع فيها البشر. احنا من الناس الخطائين المذنبين العصاة، ساعات نقع في مطب وتظهر آثاره وتفوح الريحة وتقوم القيامة، ولي كل واحد يتصل بي ويقول ايش بيك عملت العمل فلان؟ نعنت الله على ابليس. ايش بيك سرقت فلان؟ نعنت الله على ابليس. ايش بيك عينك تلهلط؟ نعنت الله على ابليس. ايش بيك سبيت فلان؟ نعنت الله على ابليس. ايش بيك كبيت سعد مرتك؟ لعنت الله على ابليس. كل كلمه واحنا نلصقوا فيها في ابليس. صحيح هو ابليس مصدر شر، صحيح ان ابليس هو النبار الكبير في الدنيا، فما كيف ابليس يدعو للباطل ويدعو للشر، صحيح. لكن بلي احنا مشكلتنا هي ابليس؟ انا ما ظهرليش مشكلتنا هي ابليس. لو ابليس هي خدمته مزين للباطل، يعمل في لافتات اعلانات، يعمل بلاك يقول لك إيجا شيخ في رمضان افطر، يقول لك إيجا اسكر، يقول لك هاي مرأة باهية برا مشي معاها، يقول لك ها وحنينات تتعب عليهم غيرك نحيهم له بالبارد كلهم انت، هو يتعب وانت تاكل، يقول لك تحدى على هذا، اضحك على هذا، تمسخر على هذه، يعمل في لافتات. لكن في الحقيقة الباطل ما يتكونش باللافتات فقط، الباطل يتكون بالاستجابة الذاتية مني أنا. اللافتة تقول لي إيجا وأنا نخير نمشي ولا ما نمشيش. ولذلك ربي قال لنا في القرآن في مقطع المقاطع الحلوة الجميلة، وكل القرآن جميل، قال لنا هاو نعطيكم صورة على دفاع إبليس على نفسه. يوم القيامة ما فماش محامين يخدموا، مضمض وعلق عصية، فما كان كل واحد يدافع على روحه. دفاع إبليس على نفسه أشنو؟ في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. زمة الموفية يا أخي، أنا شديتك من خشمك وقلت لك افطر رمضان، أنا شديتك من خشمك وقول كل متاع الناس، أنا سديتك من خشمك وقلت لك سب الناس واعتدي عليهم، أنا زينت لك قلت لك السلعة كلها باهية وراني نكذب عليكم، السلعة اللي ندعي لها كلها خامشة فاسدة. لكن أخويا أنتم تختاروا، أنتم اللي تستجيبوا. رمضان هو الشهر اللي بيش حقق فينا معنى التفريق بين الدعوة للشر والاستجابة للشر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إذا كان رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. راو ليلة رمضان بوكا لبشة يتحط في الدين الشيطان، الشياطين كلها يركب لها الحديد وتتسكر. إيش معناها؟ معناها البارح اللي يسب في الدين في الشارع على خاطر رمضان بليس هو السبب فيه، واللي خلط لك السمن بالبطاطا بليس هو السبب فيه، واللي يبيع لك المعدنوس بالميزان ويغطسه في الماء قبل ما يوزن يبيع لك ماء مش معدنوس إبليس مسؤول عليه، واللي يسرق واللي يفسق واللي يزنى واللي يضرب واللي يعتدي واللي يهين واللي يطيع الظلمات الدمار في الكيب الناس زعما المسؤول عليه هو إبليس. تاو رمضان ما فماش إبليس، كونجي إبليس عنده كونجي أنويل، رمضان ما يخدمش فيه. أشكون يقعد يخدم؟ نفسي ونفسك، هاك اللي في قلبي وفي قلبك، هاك اللي أنا نوكلها ونشربها ونربيها ونرقدها ونقيمها، هذيك اللي باش تهتك لي ستري، هذيك اللي باش تضيع لي جهدي، هذيك اللي باش تمرغني في الأرض، هذيك اللي تحط لي خشمي في القاعة، هذيك اللي تعتدي علي، تعفسني، ترفسني، تغفصني، تضيع لي إرادتي، تقتل شعوري بالخير. اليوم يا وخياني أنا وأنت نجابه في نفوسنا في رمضان، مالاش نجابه في دعوة باطل خارجية بقدر ما نجابه ضعفا داخليا في القرار في أنفسنا. والأمة شنية قضيتها؟ بل الإنسانية شنية قضيتها؟ أليست قضية القرار الداخلي؟ ألسنا مسؤولين عن أفعالنا ومسؤوليتنا عن أفعالنا تقتضي أن نتحملها، أن نكون قادرين على أن نقرر لأنفسنا إذا كان فما خير باش ناخذوه من رمضان وبكل خير
فهو يشعرنا بأننا مسؤولون عن أفعالنا، مسؤولون مسؤولية مباشرة. خليني ربي يعاوني ويعاونكم إن شاء الله نكونوا على مستوى المسؤولية. ربي يتقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.